مشاهدي قناة القلم الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حكايات عم يوسف. فما برشا حس في الحقيقة، ما حابين نبداو حلقتنا من هوني من رونبوان هذايا اللي مش يهزنا المنزل شاكر وتاريخ منزل شاكر، موضوع حلقتنا الليلة. أيوة. ومش نحكيو زيادة على ليش حبينا هوني، على خاطر نحكيو على بيكفيل. أيوة. وما أدراكم ما بيكفيل. نعم، كيما حكينا على الجهات الأخرين، الجهات الشرقية وكان جو في الباب الجد، نحكيو على المنطقة هذه اللي هي بيكفيل. أيوة. ياسر سلام سلام ورحمة الله. أيوة. يلتو ياسر الناس نسلم، علاش يقول لها بيكفيل؟ والله ما يعرفوش. هم اللي يقول لها بوكفيل. 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 كل حد كيفاش يتصور. بوكفيل هكا. وهي بيكفيل. بيكفيل. بيكفيل هي اصلا شكون هذا؟ بيك واحد معمر كان عنده ضيعه كبيره ياسر شيرة قنقور، كان عضو بلدي. سلام. كان عضو بلدي عام 1888. يقول لي هو بنا داره هونيه في بقعه المنطقه هذه، سميت باسمه، سميت المنطقه هذه مشو بيك. هو اصله صحيح بيك فيل، كان مدينه فيل. مدينه فيل. وهي كما تعرف تنقسم، تنجم تقول هي حدا من غادي شارع فانتازون، تعرف وين الباب الغربي، وهذا شارع الشهداء. شارع الشهداء ولكن كلها بيكفيل. وهذا يقول ولي بيكفيل هو فيه الحي التعويضي والحي الخيري، الحي التعويضي اللي من قبل بقاء، والحي التعويضي الحي الخيري اللي هو فيه الخيريه وفيه التضامن وكذا. اي وفيه العديد من المصانع وفيه العديد من المدارس وفيه العديد من المنشآت. منطقه حيه ياسر، حيه ياسر حيويتها. معقول. ومن هنا تنجم تقول نجم سلام. السلام يا سيدي، اهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم. سلام. ومن هنا عاد نطبقوا تطبيق منزل شاكر. ومنزل شاكر ما فيش شك فيها كبيره ياسر وعندها تاريخ. نركبوا في السيارة ونحكيوا على تاريخ منزل شاكر، على خاطر إذا كان باش نقعدوا هكا باش باش نكملوا الحصة. هاي يا سيدي، هاي باباي. احنا توا في تنية منزل شاكر، بالطبيعة غادي فين صورنا الدخلة نتاعنا، ما نجموش نحكيو كل شيء خاطر فما حس وتزمير والناس فرحانين بيك برشا. صحيح. وبيك زاد حتى بيك. ايوه. بالبرنامج نحكيوا توا احنا في تنية منزل شاكر، هذا رونبوان. منزل شاكر نحكيو كيما سنسنا للمشاهدين السر التسميه نتاعها، وثنيه قديمه ولا مش قديمه، عندها شي اكثر من تسميه. هي بالفعل الثنيه هذه ثنيه قديمه وثنيه كبيره ياسر، خاطر ما تنساش هي تربط صفاقس، توصل حتى لحدود الجزائر بتمسها. وتربط صفاقس بسيدي بوزيد، تربطها بالقصرين، تربطها بعدة ولايات، يعني اذا هي ثنيه كبيره ياسر. هذه قبل كل شيء نقص كلام كلها سل. من بين مميزات طريق منزل شاكر كيلومتر 0.5 هي الإذاعة. صحيح. قاعدين نشوف فيها تو إذاعة صفاقس، وما أدراكم إذاعة صفاقس، تاريخ كبير برشا. ما كانش هوني في الحقيقة الأصل أو المبدأ الإذاعة. إيه كان في بحر نعرف هذيك. صحيح. الإذاعة هوني وخرجت. أكيد خرجت منها. بعدها منشطين وخرجت فنانين و يقول إذاعة صفاقس، يقول إذاعة صفاقس، يقول العلم، يقول التاريخ، يقول الفن، يقول الإعلام، يقول الرياضة، يقول كل هذا. ما فيش لا شك. وأنا بالفعل نكن لها كل الاحترام إذاعة صفاقس. بالمناسبة قدموا لهم تحية لكل كل العاملين في إذاعة صفاقس، كل الناس على امتداد تاريخها الطويل. على امتداد تاريخها الطويل، بارك الله فيك. عاد قلت لك الثانية هذه ثانية هامة جدا، فيها يعني كما قلنا تربط سيدي بوزيد، توصل سبيطلة، توصل القصرين، توصل حتى لحدود الجزائر لتبسة. هي هذه ثانية كبيرة ياسر، هامة جدا جدا. هي. وهي راهو تمشي في مركز شاكر. أو قريب نوصلوا له. قريب نخلطوا له، هو شي مركز شاكر. أيوه صحيح. والدور غاديكا فات نجم تقول سبيطلة تمشي من تماكا. الثنية الرسمية. إي نجم تقول هذيك هي الثنية اللي كانت يجيبوها الرسمية. الثنية هذه علاش انا تو مثلا الوالد تو يقول لي ثنية عطيه، ما يقوليش ثنية منزل شاكر. صحيح. هي كانت تعرف ثنية عطيه، وقبل ما تعرف ثنية عطيه كانت ثنية ترياقة. ترياقة. اي ترياقة. وترياقة اللي هي قرية منزل شاكر تواكا. اي. ومن بعد تولدت ثنية عطيه، وتو الاغلبيه انا واحد من الناس اللي خفيفه على لساني هي ثنية عطيه. هيك الاخف على لساني. عطيه شكون هذه؟ تسميه تاريخيه. كيف تسمي مثلا ثنية الدار السبعي تتذكرها؟ صحيح. وكان هذه كانت ثنية الدار عطيه، لانه ابن عطيه جلي قايد. هذا هذا كان قايد، وكان صار سيره غير حسنه وغير مرضيه في صفاقس وفي القرن 17. ابن عطيه جلي هذا هو، حتى كلمه جلي انا نلقى ثم يقولوا مشرب جلي، ويقولوا كاني ثم قريه كانت اندثرت، قريه الله اعلم ترجع بها كيما بورشينا. كان جل جل القرى اللي في الجهه الغربيه لصفاقس. هذه الحزام. هذا الحزام. واحد.
أو هوني توا ثم هذا من بعد فكرني كيف نرجع إن شاء الله عندي هوني واحد من ندخلوا له أنا على موعد معاه لو نحكي لك عليه وعلاش ربط الموضوع معاه هو هذا عاد مركز دمق احنا توا خلينا نوصلوا البقعة نقولوا عليها مركز دمق قصص نمر أربعة هذا هذا قصص نمر أربعة قريب نوصل مقر القناة احنا يذكر ايوه كنت انا نجي انا وابويا الله يرحمه كان كنت صغير في الستينات على الستينات والله يجيو على زايلة بالدير مغادي من هوني والله بالدير مغادي كان يجيو هذا بالعيادة ويدور عليهم دار دار والله اللي يسمعون شوفه صحيح وتوى بالكراهب وكل شيء لهم يمشي وقتاش نرجو كان مع العشاء هوني مقر القناة نتاعنا أيوة. وهكا منزل شاكر أو طريق عطية فيها أول معناتها إذاعة جهوية اللي هي إذاعة صفاقس وفيها أيوة. أول قناة في صفاقس اللي هي قناة القلم يعطيك أيوة. الصحة ربط الصبحة هذه يا الله يعطيك الصحة مركز معلّة هذا مركز معلّة أيوة مركز معلّة هذا مركز معلّة به من عائلات كبيرة دار معلّة ما فيش شك هذا مركز شعبوني في بالي هذا مركز شعبوني شعبوني صحيح مركز شعبوني قلت لك وأسامي عائلات شعبوني كل أسامي عائلات وتلاحظ أن عائلات زادة كيف عائلات مرموقة عائلات أصيلة ما فيش شك توا مش نمشي وين سيدي خليفة الطياري أيوة إذا يخرج على سيدي خليفة الطياري معالم الكبيرة هي سيدي خليفة الطياري ولي 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 هو رجل رجل عالم رجل صالح رجل عنده مكانة ما فيش شك قلت لك معناتها وبقات التسمية متاع ثنية عطية نسبة للقايد ابن عطية الجلي الجلي هذا ومن بعد ولات ثنية منزل الشاكر نسبة للزعيم الهادي الشاكر الله يرحمه واحنا تقولنا ما زلنا في الثنية هذا بكل ثنية منزل الشاكر ثنية كما قلنا كبيرة ثنية فيها عائلات فيها جنة فيها بالطبيعة هذا كل مكان شقبل معناتها وخصوصا أهم من نزهة هي غابة الزيتون اللي وراها أثر المناطق هي مازالت للتورة وانت كي ماشي لثنية بوزيد تلقى الزيتون مش نعرضوا احنا ضيعة السلام ضيعة كبيرة ياسر نعرفها في الستينات كانت ضيعة عجيبة قلت لي حتى فما قصر نتاع بورقيبة قبل قصر لهنا هوني في الدنيا هذه من بين ايضا هذايا التعاون الخيري دي مركز رعايه المسنين هوني كان حتى والله ماذا بيا نوقف شويه هوني نتحدث شويه على خاطر المسج احنا ماشيين نحكي هذه مركز رعايه المسنين انا بالفعل وقت اللي نراه اكبر الناس القائمين عليه هذا حاجة لجيدة ولو في الحقيقة نقص كلامك بالعسل حابين ندخل ونصوروا معاهم لكن معناتها بتعلة أنه أمور إدارية وبيروقراطية وحتى يشاوروا إلى آخره ما تمكنناش في الحقيقة لكن نعرف اليوم قاعدين قايمين مجهود كبير برشا في المركز هذايا وزرته قبل حتى في الإذاعة وعملنا حتى روبورتاجات مع المسنين اللي غادي لهين بهم لهوة به يا عمي هذا ما يشك فيه حتى حد الواحد يثني عليهم ويشد على أيديهم ما فيش شك أما كيف نرى الناس تجيب شكون هم هكا المسنين شكون الموجودين شكون هم المرتدين لك المركز تيماهم ناس سلمت فيهم مواليهم أهلهم ومواليهم تيماهم والدي سلموا فيهم صغارهم الله نستاجع ياسر كي نرى بالفعل في مجتمع عربي إسلامي ونلقى الناس تسلم في والديها ما هوش هذا من ثوابتنا وما هوش من مرجعياتنا الحضارية والإسلامية صحيح. هذا قصص نمر 11 نعملوا الدورة نعود ونرجعوا باهي وانت كمل الحكاية احكي لي باهي الرجل شو اسمه هو سي أنور بو عزيز باهي شامل تو تشوف والله خليها لك مفاجأة نقول لك علاش ربطنا هالموضوع هذا علاش قلت لك مع سي أنور علاش ربطناها مع الثانية هذه ما هو كما قلنا على خاطر فيها خليها لك مفاجأة خطوة ثنية حلوة طويلة وطويلة واللي نحبه ونحبه يستنى فينا خطوة ثنية حلوة طويلة وزينة واللي نحبه ونحبه يستنى فينا هيا هيا مد اخطاك وزيد طريق بعيد
يا عسلامة، اشنا احوالك؟ لاباس عليك، اشنا احوالك؟ لاباس عليك، الله يحفظك. اشنا احوالك؟ لاباس عليك وبيك. احسنت، بارك الله فيك. نسبقوا احنا؟ باه يا سيدي، بسم الله بارك. السلام عليكم. بسم الله. مستونس سيدي، الله يحفظك وبارك الله فيك. اي سي قيس، هذا هو السيان اللي حكيت لك عليه في الكهرباء. مرحبا، مزيان تفكر معه. اي بارك الله فيك، تبع في البرنامج معه ان شاء الله. تبع في البرنامج ومعجب بيكم، تبارك الله، ان شاء الله يحفظك. يعيش. احنا جايين في الثنيه، وعم يوسف كي تعدينا قدام مأوى العجز. عم يوسف قال لي بحكينا شويه على الكلينتين، على معناتها الوجود الراجل الكبير في العائله، وللاسف كيفاش مبنى كين هذايا، معناتها تلقى فيه برشا ناس تخليت عليهم ابنائهم. ما فيش شك. قال لي ياو، عندي صاحبي وصديقي قال لي العكس من ذلك تماما. في نفس الوقت عنده غرام وعنده هوايه غريبه وسمحه. ايه، انا اللي شدني في سينور هو الحركه اللي قام بها، على خاطر احنا كيف نوصلوا ونشوفوا ثماك ناس يزهدوا في والديهم وفي اهلهم. واحنا قبل عندنا كلمه يقول لك اذا انتنا ولاه بماليه، مو هكا ولا لا؟ كيفاش الحمد اذا انتنا ولاه بماليه، مو هكا ولا لا؟ يا عار يا عار باباي، ناس ترمي في والديها وفي كبارها، ترمي مكاكا كما جاء في مأوى العجز. هذا نراه انا شيء منافي للمبادئ الحضاره نتاعنا والقيمنا. ما في شك. عصيان ورشنو يقول قايل كيفاش الربط هذايا؟ اي تفضل يا صبي. اي سلام. سلام يا بنتي. سلام يا بنتي. سلام يا بنتي. تبع في البرنامج ولا بالحقه؟ شنو هي الحلقه اللي عجبتك انا عمك يوسف؟ الحلقه نتاع المونة. المونة؟ اي. اما مونة الاولى ولا الثانيه؟ لا، الحلقه 13 نتاع، تبارك الله وحفظتهم بالترقيم زاد ما شاء الله. ان شاء الله تكبر وتولي تعمل العوله حتى انت. عايش بنتي، عايش بنتي، أو يساعدك يا بنتي. عادنا وقت اللي تعدينا على مأوى العجز، أيه. انت اثرت ياسر ونتاثر ياسر، وكل ما نسمع بانسان زهد في والديه حقيقه نحس ياسر ويوجعني ياسر، خاطر نقول زعما ينسى الماضي، ينسى حتى ديننا اش اوصى بالوالدين. أيه. ما ثماش حتى مبرر باش الانسان يزهد ونلقاو حتى واحد في مأوى العجز. علاش قلت لك انا نحييه سينور وقديش عمل حركه؟ هذا كيف لقينا هذاك؟ هذاك راهو تراكمات، ثم اسباب باش الناس توصل تزهد في والديها. سي انور يعالج في الاسباب. شنو الاسباب؟ طبعا احنا نعرفوا الاسره كانت ملمده وتعيش مع بعضها وكل شيء. سي انور وقت اللي يعرف الاسره ولات ما عادش بدت الهيكليه نتاعها وكل شيء، كل فول لاهي في نوار، هو حب يعمل نوار اللي يجمع الكل، الفول هذا الكل عمل لها الشيء هذا، هالقاعده هذه وسماها المربوعه والتسميه بها وبها على شكل مربع. ايه. ويقول قايل لين هذه هذه، قال لك يا سيدي واو، تو كمل يحكي لنا، يتجمعوا فيها اخوته الكل ما شاء الله. وهكايا تقعد ديما صيلة الرحم، صيلة الرحم، خاطر احنا قبل كانت عندنا الضيافة تلمت، كانت عندنا العرس التقليدية تلمت، كانت العيادة تلمت، هذه أسباب كلها كانت تتجمع، حتى وحدة السكن، الناس كل تسكن فرد محل في حد ذاته، هذاك عامل مع عامل تماسك الأسرة. اليوم استقلالية السكن وكثرة المشاغل وهالوسائل الاتصال الحديثة، ربما الواحد يكتفي ولي بتليفون ولا بالانترنت وكذا، هذاك من شأنه تسبب في انفصام الأسرة شيئا ما. عصيان وبارك الله فيه عمل سبب كبير ياسر باش يحافظ على التلاحم. انتم تقول فرد جنان هذا؟ نعم، فرد جنان، ست اخوة نسكنوا مع بعضنا والحمد لله، وديما نشوفوا بعضنا ونتلموا في البيت. هذه اكثر الوقت يكون بين المغرب والعشاء، نلقاو يوميا 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 يوميا، حتى كي يغيب واحد نتسالوا علاش، شنو هو سبب الغياب نتاعو، والحمد لله ديما حاضرين اصحابنا يجيو وفرحانين برشا كي شافوا هكايا، يقول لك كيفاش ما عادش موجود الاخوه مع بعضهم، ولساعات نشوفوك ماشي للمسجد ماشي نصليو، كيفاش تمشيو يا اخي انتم اصحاب ولا اخوه؟ قول لهم اخوه. احنا عاد سي انور حاول يجيب سبب قوي للتجميع، هو مثل هالمجلس هذايا اللي وسم، بل كانوا في البرج العربي القديم كانت عندهم تسمى الجلسه، الجلسه حتى هذه كانت تسميها الجلسه، جلسه راح اما نضيفوا كلوفي. لا 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 اوكي، والله يسمينا المربوعه، يعني مربوعه باهيه لا سمحه، احنا نجم حتى واحد يقعد يتربع يعني فيها، نجم تقعد مربعه تو تحسوا بروحكم مرتاحين. هي كلمه مربوعه في حد ذاتها فيها شويه ظرافه ولطافه، حتى مراهق تبدا باهيه ولا بنيه يقول لك مربوعه قد، مربوعه قد، مربوعه قد.
دينا دائما وابدا فيها شويه ظرافه ولا يا حد شنو هي قدامك انا هاي سيدي قال لي زاد وانا قاعد نشوف حيت دخلت ما شاء الله معناتها عندك غرام بتوسكي بكل حاجه قديمه الغرام هذايا بدا عند والله بدا من السبعينيات من عام 74 قمت بزياره وقت مشيت للبلد الاوروباويه شفت في الاسواق نتاعهم موجودين شفت الشيء هذايا موجود من وقت تلقت الفكره وفي السفره نتاعي وقت شريت تليفون ومن قالها هبطت معايا يعني كاني جايب حاجه ثمينه برشا ومن ثم تلقت ولي نسمع بيا عنده يعني حبيبي يعني مش نجري ولا غرام ولا غرام كبير برشا ولا غرام وفيه زاد فيه نوع من ربط ثقافي مع برشا ناس ثم سي محمد بن عمر فنان زاد كيف تشاورت معاه في بعض حوايج فيما هو بارك الله فيه الموضوع هذا ينجم يتماشى مع ثنيه منزل شاكر تعرف اللي احنا على الاول وشفناه تعدينا الاذاعه واللي يقول اذاعه يقول اعلام ويقول فن ويقول تاريخ ويقول علم ويقول كل شيء ما فيش شك هي تجمع كل شيء وانا أكن لإذاعة صفاقس كل الاحترام والتقدير ولكل العاملين بإذاعة صفاقس ما في شك من دون استثناء كذلك اللي يقول منزل شاكر طريق منزل شاكر يقول محمد الجموس يلا يرحمه الله يرحمه تعدينا قدام تعدينا قدامه كالمسجد نتاعه والجامع نتاعه أجواء رحمة أي يعني الحركة الفنية راهو كيف نقول احنا صفاقس عرضنا نماذج من مجتمع الصفاقسي في العمل الفلاحة مثلا في الفرن شفناها في المرأة في داخل المنزل في العولة يعني ثم يسر جدية وثم يسر عمل وثم يسر نشاط لكن مع ذلك ثم يسر فن ويسر ذوق وهذايا اللي وللأسف الشديد نحسه كأنه انقص شوية الذوق تذوق على في جميع الأصعدة سواء التذوق بالأذن في السماع أو التذوق حتى في الكلام تو الناس قبل كانت توزن كلامها تتذكر قبل ما يقولش كلمة كلمة جات يوزنك أي أوزن قبل أول حاجة يوصيوا بها الكبار وقت الواحد مش ينطق أول حاجة يقول أوزن كلامك أوزن ولو كان واحد يقول كلمة عوجة ولا كذا ولا يابسة يعملوا له حلوا عليها مزدوج مشلب مستقبلا ما عادش يعودها واللي يقول ذوق كما قلت لك ثم ذوق السماع الفن المجتمع الصفاقسي راهو كانت عنده أشكال متعددة من أشكال السماع أنت خذ الحضرة النسائية خذ الحضرة الرجالية خذ مثلا أساطين الطرب في صفاقس كما قلت لك محمد الجاموسي بودية الله يرحمه كما بودية الله يرحمه كما سي أحمد حمزة سي أحمد حمزة الله يرحمه الله يرحمه صفوة أي كلهم حقيقة كان يعكسوا الحركة الفنية في صفاقس دوك الراديون نعم راديون زمني زمني معناتها راديو بيكوب في نفس الوقت راديو بيكوب أيوة زمني وباش اشكال وحجامه الانترنت زاد اي فما راديو صغير هذاك صغير اي هذاك راديو صغير هذا راديو كبير في البيكوب وراديونات الاخرين هما ما تسميهمش انت مش فرد ماركه هما معناتها لا مش فرد ماركه زاد للاسطوانات تم ماكينه تاع الماكينه باش هيك طب الاسطوانه نتاع هي الاسطوانه هذيك ماكينه نتاع غنى هيك زاد تمشي بال نعم تو كانت حابه تشوف اقرا لي اقرا نقرا فيها من لهنا هيك هيك الاسطوانه نتاع صالح عبد الحي اللي هي بنفسج تعرفها بيرم التونسي ورياض السنباطي ترى غنيها شويه انا لا ما نعرفش نغني او تعرف لا لا تعرف هكا ما غير الدائره تكمل انت ترى نرى شكون يغني خير انا ولا انت كويس ما ابوي دير التوسيل تاعو انت هكا غني هكا كبر طولك مو هذه بسم الله اش فيك اي سيدي غني لا غني انت صوت تشرب الماء وانا نغني الله ليه يا بنفسج اي ليه يا بنفسج ديتي بهج وين تزاري الحزين الله 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 ما عليها من الكلمات نتاع قبل كلمات والالحان نتاع قبل والجو نتاع قبل هو كي تسمعه يغذيك ويخليك ترتخي فن تواكا تواكا يهيجك يشعلك يطلعك نسمة السمعة اي لا لا تواكا كلمات ثم الباهي لا ثم الراقي ثم الجميل ثم بال 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 بالفن وبال معناتها اكيد انت غرامك ما دام غرامك عندك هذايا وفي حوايج فنيه وعندها قيمه سواء ماديه وما تقدرش بمال ولا قيمه عندها زاد ثقافيه وحضاريه ام كلثوم من الفنانين
عندك اسطوانات ام كلثوم فريد و... اي نعم عندي فريد وعندي تو تشوفوا الاسطوانات. انت قديش عندك من راديون؟ قديش عندك من تحفه؟ قديش عندك من تحفه؟ والله والله الحقيقه ما حسيتهمش. اما برشا برشا ما شاء الله تو تشوفوهم يعني ملمومين. قلت لك من عام 74 39 عام وانا نلم في المجموعه هذه. المجموعه اللي عندك الكبيره هوني يعني المجموعه هونيك موجوده في المحل هذا المحل تو مش ندخلوا له، هي دار نتاع الوالد الله يرحمه ويبارك ثراه هو وجميع المسلمين. هيك الوالده والوالده الله يرحمها، هاي الصوره نتاع الوالده موجوده هون. وبالمناسبه اليوم تاريخ 21 افريل ذكر وفاته علي رحمه الله. قديش عنده وفاته؟ عنده 14 عام. مات عام 99 مولود عام 9 عام 1909 الوالد اللي خلى النبات ما مات. يعز قدرك بارك الله فيك. هما يقولوا النبات ولا البنات؟ النبات نباته نبات نبات يعني يقولوا يعني يخلف البنات عنده الهم بالحفنات. لا 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 تكره البنات فانا ابو البنات. إيه لا لا المثل الشعبي تاعنا هيك شيء ممكن جبته من عندي انا. لا ما قالوش هكاك قالوا اللي ما عنده بنيه تردم روحها وعينها حيه. اي بنيه تما كي البنيه هي لما راح حن من البنيه من الحلقه الاولى للتو راهو هكا معنا مش انا والعجز. انا وقت نرى هكا الناس هذوك اغلبهم كان ما تصورش البنيه تسلم في بوها ولا في مش سي عاشر ما عملت غنية على بناته. يا بنات يا بنات لا هيك غنية هذيك ايه هذا نسي عاشر انا يا اخي مغروم ياسر بن نسي عاشر ولا نعرف تعرفني. اما الكلمات هو تو كان سي نضال يطلعها وتلذذ والطعم ديما نقول لك تلذذ الكلام والطعم الكلمات شو تقول هي كلمات بسيطة لكن هو السهل الممتنع وشوف التعبير وشوف العواطف اللي تغري منها وتشع منها كده معقول. أما بنات هو مازال الناس تتكلم عن المرأة والله لا تمشي وفزنا لل بسم الله. هي نعمل دور قبل ما نمشي. هذه اللي قلنا الراديون والبيكوب. الراديو فيها بيكوب نعم قديم زاد كيف كيف باه وكل المناقل زاد الصغار خمسينيات مصنوع باه. راديو صغير زاد كيف كيف يعني نفس النوعية. تشوف هذا راديو يمشي بالبيل بالبيلة هذا يمشي بالبيل يمشي لتوا. اي نعم اي نعم يمشي اما توا ما منيش مخلي له بيلات. فهمتك دور هكا. اي نعم اي نعم كيف كيف راديو زاد فيه بيكوب لي هي بنفسج تأليف بيرم التونسي تلحين يا صنباطي. انت زهري حزين هكا ولا صالح عبد الحي الله يرحمه. من راقي جدا يا الكلمه تاعي الكلمه لي يا بنفسج بتبهج وانت زهري حزين والعين تتبعك وطبعك محتشم ورزين ملفوف وزاهي يا ساهي لما تبوح للعين كلمه منك كانك سر بين اثنين. هذه ماكينه نتاع غناء يعني هذه هذه تمشي تمشي كيفاش بالرسوره قد ايش عمره الديسكي هذا؟ لا العمر نتاعو تلقى حوالي 70 عام يعني ما يعني ما قصرش كي حافظ على نعم ممتازه هي اصيله يعني زمنيه نقول لا زمنيه مش المعودين توا ممتازه هذا شوفاج هذا شوفاج هذا شوفاج هذا يمشي بالحطب هذا شوفاج يمشي بالحطب اي ترمي الحطب غادي شوفاج زمني هذه خرج الفوضى نتاعو اي الشاروخ من غادي الشاروخ ايوا من غادي كالشاروخ شنو الشاروخ خرج الدخان نتاعو الدخان والغاز اللي ماشي يخرج من هناك اي نمشيو لل يتفضلوا يا قيس
هذا يعتبروا متحف. متحف؟ لا متحف. هو شوف هو أصله هذا يبدو لي برج، هو شيء برج. مدخل البرج تشوف البيوت، تشوف حتى في الماجن على الخد، ويعطيه الصحة وكعمله هو متحف. متحف يتم على الكلمة. وأهو سيان وتو يعمل بينا دورة بين المتحف نتاعه. هذا هي راديونا وكنت تشوف فيه يعني. إذا راديونا؟ هي راديونا راديونا. كيفاش؟ يتحل راديون. اسمع راديون وبيكوب ديما ديما وعظة قبل ما تريد يخدموا لك على اكثر من حاجه. معناتها تركنا كي ما بقاش تحس انه راديون من الغبره. لا صحيح، الغبره كل شيء كان حد يلزم مش عجبك انهم يسكروا عليها. قديمه برشا او نفس الموديل نفس الاشكال وكنت تبدل وكل شيء. أوه هذه يا حاسرة تخدم إيه إذا كان هي تحط الفلوس تونوريوك حط الفلوس عندي حط هذا تونوريوك إيش تخدم يا الله أنا من جيل أخرى معقول من برشا من جيل أخرى أختلف الشكل متاعها. ما عندك شيء كذا من جيل اللي يخرج من عصفورة كما تفرجوها في التلفزة موجودة بالحق والله بالله استنى خليها هذه ذي لبيه ما كان خليه غادي موجوده نجم نشدها اي تفضل بسم الله يا حاضر انا نزمر وانت غني باهي مسير شيء برشا ها تحملها تحملها هذه ثابت تمشي 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 ليه تمشي ما تمشي على الخيال بالهقه ولا شيء ايوا يديته برا انا فرس بعدك رجعها في بلاصتها. هذه شنو هذه؟ هذا بيرو مكتب. اذا فخماتها. اي اي. جورا. ممتاز. وسكر تلقى ما تحل. سكر تلقى ما تحل. هذا اللي من ناقل كالعاده. من ناقل كالعاده. نرى من. اي. هيك كليماتيزور. كيف كيف. سكر. تي روعة 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 مزيكا هاي فهمتك لا لا عاد يرجع يتم هنا شوية أيوة صح تعال معقول هذا رجوز هذا مجهز هذا بالبيكو كيف كيف أو الوالد سويت الوالد في الحجة الله يرحمه قلنا اليوم ما تمرنت 14 سنة على وفاته علي رحمة الله كاو اما هذوما التليفونات كله قدام هذا مش نتاع البوسطه هذا يمكن يطلبوا بها حاجه خاطر ما فيهش نوامر لا ما فيش نوامر يطلبوا بها قبل ما كانش اذا في الاذاعه قبل كان عندنا زاد التليفون تكلم بهم مش يعطيك على الاذان كيف هو هذا التليفون يا هو يبدا الدور دور وتهز هذا قديم ياسر جدا حتى هذا قديم 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 برشا وهذا زاد كيف هذه 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 لا تتكلم تسمع من هوني سمعوا تتكلم من هوني هذا كل مصدح الميكروفون واحد نتاعو فهمت حتى هذا التليفون القديم التليفون هذا كيف كيف التليفون القديم وهذا هذا شنو راديو راديو يمشي يمشي نعم يمشي ترى بسم الله ها بالسوري وبالسوري وبالسوري طب بالعربي ها والله يعطي راديونو بالسوري قطع فنية عنده سمحة يا سمحة ترى 105.2 ترى هذه مش إذاعة صفاقس سيدي سنة ولا إذاعة صفاقس سيدي أخنا 105.2 سنة ما فيهاش هذه أسنى 105 أسنى بال هذه بال على ال على الآي إم هذه ما فيش اف ام بالطبيعة لا ما فيش هيك علاش يا الله هو صوت الهادي جويني هذا صبر الرباعي ايوه صوت الهادي جويني لكم راديونات كلهم راديونات ما شاء الله برشا راديونات هذوما زاد هذه الاسطوانه نتاعهم كلثوم نتاع عبد الوهاب هذوما زاد كيف كيف عاشق الروح يا بابا نتاعكم كلثوم هذوما من الثمانينات يعني عندهم 30 عام يذكر انا صغير اي انا شاريهم عام 83 هذوما وقت من اوروبا فهمتك في اوروبا يعني موجودين برشا شوف الليل قداش لايبين حتى غبره ما فماش كوا ما هو ثم يعني
فما عناية تحس فما عناية باش تحافظ على والله والله يا عمي تقول متحف معناتها الواحد يحوس فيه هذا شنو هذه؟ هذيك الأونتين نتاع الراديو باش تدير الراديو تضيع شي موجة ولا حاجة تقعد تهوج وهذوما الموجة نتاع الراديو تنسق على هونيكا فهمتي حتى الأونتين يدور حتى دور. تلقى الواحد بيكوب زاد هذه زاد بيكوب اكثر الراديوات اللي عندي انا مدعمين بالبيكوب هذه شنو هذه نتاع هذا الراديو يعني بين القديم والجديد يا سيدي احنا تو من هوني مش نمشيو قلت لي مالا تو احنا كي تكلمنا على الفن هذايا وكل شيء ثم كذلك ثم رجال اخرين خدمه تخدم قبل ما يوصل لك انت كبضاعه او ما تسميش بضاعه الفن ماهوش بضاعه كماده باش تشبع لك روحك راهو ثم اعمال اخرى ثم تتفكر انت هيك البيت نتاع المعري اللي يقول الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض خدموا وان لم يشعروا خدموا يستخدم في بعض راهو اي قطاع راهو تلقاه متصل بقطاعات كبيره ياسر 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 أنا بالفعل أي قطع مسوا تلقى الناس مرتبطين متشبكين في بعض متشابك كبير ياسر هاو ماشي نمشي وإحنا كيفاش اللي يصنعوا العود وكيفاش اللي يصنعوا كذلك حتى هذاك مجال كبير ياسر وإن كان إحنا ما قاعدينش نغوصوا صحيح تو ثم ياسر وحيد ساعات واحد يقول لك أخويا جيب لي التاريخ الصحيح أول حاجة ما نقولوش إيش بحاول له حاجة قلت لي معلومة وما قاعدينش نغوصوا هو ماهوش بحث أكاديمي ماهوش توثيقي هو إن هو إلا ملامسة وتحسيس في والمجال مفتوح احنا في مجال المجال مفتوح باش نمشيو لسي عبد القادر سي عبد القادر بن عمر سي عبد القادر بن عمر هذا بالفعل راجل فنان هو مختص في صناعه العود وما شابه وغادي نختموا الحلقه نتاعنا ان شاء الله بحول الله شكرا لك بارك الله فيك يعيشك بخير بارك الله فيك يا سيدي شكرا بارك الله وهذا ان شاء الله في حلقه النحله يعيشك الله عينك ايش حالك السلام عليكم ايش حالك لبس عليك ايش حالك ايه لبس عليك خير الله يكون بالعون يا سيدي الله يحفظك ايش نحوالك لبس عايشك هذا سي عبد القادر بن عمر ايه والد الفنان الشهير محمد بن عمر ايه او جاي بعدين ولا بالله اي سيدي اي يدخل خليه يدخل اي سيدي احنا بحث الوالد اليوم يا سي محمد حكينا على اليوم حكينا على طريق منزل شاكر وربطنا في الحقيقة برشا حكايات في حكاية برك حكينا على ثنية وأهم المعالم اللي فيها حكينا على الإذاعة وما أدراكم ما الإذاعة اللي خرجت أجيال وخرجت أساطير متاع ترب ومتاع فن وقفنا أيضا حكينا على راديونات القدم والزمانة عن سي أنور بوعزيز وقلنا اليوم ما نكمل حلقتنا إلا عن سي عبد القادر بن عمر اللي في الحقيقة الاختصاص متاعك تولى نادر وجوده ولا قليل توزمني برشا انت سي عبد القادر في القديم ياسر في صناعه العوده هي حكايه كبيره اي هذه محمد ابني هذا يقرا في الليسي نتاع فريد جابس نهار يا سيدي طلع عليه قلت له شنو قال لي المعلم نتاعي قال لي تعمل بيه وين ما تعرف قبل الاعواد والعواديات هذه تعرف معناها قبل كيف هي ضرب مضروب وما هي اي جو ما هوش هيك الجو النظيف ياسر نجبد هيك العود نقيمه فهمتني ولا لا ونقول رحمه يرحبوا على 60 طر ليله العزات صراع والله ما لا شنو كيف طيرت غلط ياسر لا غلطه وانا نسكن في الساقيه اي قدامنا مختار شقرون اللي قلت له اي بايك المختار اي نقعد ديما بحثه نعرف هكا ما زلت ما صنعتش ما نعرف هو في الساقية عندنا مش كان بيك المختار شكون عندنا اخره من المختار التريكي عندنا إيه؟ المدب المدب التريكي هو الله يرحمهم الكل اي هو حصيله عملت العمل النزيشة قلت والله العظيم اي مشيت للمختار قلت له مختار وهكا وهكا اعطيني قالب واعطيني سلوك قال لي انت ماش صنعتي قلت له اعطيني وضرب فرج والله اللي عينيه فيه ما توريه والله وانا نخدم في السطر في سطور تراس معناها ساعتين ساعتين ونص ونطلع نقعد بحذاه معناها راسي هيك هو اعطاني قالب واعطاني سلوك وتوكلت على الله قلت يا ربي جيب في الصور صنعت العود الاول
نعود لأول وقتها خذيه هو قعد عنده يمكن يجي 10 سنين إلا يراه يضرب بجهة القلب بل عود أول عود صنع الوالد أول عود من وقتها تلقى من عام عام إيش هذي؟ هذي عام 74 تاريخ هذي بعد ما تولدتنا معه من عامتها وأنا عملت شوية معون وبديت نصنع من وقتها هذه ساعة تو عام 74 أول عود وخذاها ولدك محمد تو هذي حج هذي هو القالب هذا هو القلب أيوة نبدأ بالصلخ بالصلخ أي نعمل الصلخ هذا الوسطاني ونعمل صليخ من هون وصليخ من هون وكانك مش زين صليخ أبيض من هون وصليخ أبيض من هون وكل يوم 4 سلوخ صليخين من هون وصليخين من هون حتى يتقف اللي يولي قد هكا يولي معناها يولي هكا يولي قد قد من هون وقت اللي يتقفل عندي كعبة فيش من هون وكعبة فيش من هون نحلو النحية القصرية وقعد القالب ونبدأ بعد من الناحية القصرية هذا وكان ننظف وشنو ونجي نعمل له صدر ونصنع القمرات ونبدأ بشوية بشوية تو العود قداش حبله مثلا عود معناتها من الهكا من القالب من اللوح حتى يحضر قداش حبله مثلا من نهارة اي ما تحبلوش بالياسر 15 يوم وإلى عندك الماتريال وما عندكش خدمة قريبهم في 15 يوم تجي متخرج 3 عود تعمل 3 قوالب وتجي متخرج حتى 3 قوالب وإذا كانك تخدم في خدمة أخرى وهذه شوية شوية أو حتى في النصف الشهر عود هيك هو حصيلة وبطبيعة القالب أحجام فما القالب هذي تسمى هكا صغير فما القالب أكبر منه سما كاتركار سما دوكار كتلفز بلازما تمشي بلازما تمشي بلازما هذه البلازما القانون انت شنو واش تضرب انت شنو اختصاصك عود سي محمد لا قبل العود اول ما جيت مع سي محسن كمون الله يذكره بالخير استاذي ناي 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 وبعد اختصيت في عزف العود والغناء مع بعضهم انا فهمت واختصاص صعيب شويه خاطر اللي يعزف ما يغنيش واللي يغني ما يعزفش انا الحمد لله وفقت بيناتهم وما تون تسموا ما شاء الله عائلة فنية في الأخر بالكل أنت تعزف على القانون؟ على القانون وعلى العود نعم أنت كنت في الفرقة أنت هو شيء أنت تفكر في العرس في العرس بتاعي جاء في الفرقة تفكر والله بالمجد كان في الفرقة والله بالفرقة وضرب بالقانون وقتها في بالي أي صراحة حضرت في عرس عم يوسف حاضر هو اللي أحيانا الليلة والليلة كبيرة ياسر هذا جو هذا والله ليلة كبيرة ياسر وجارك هو مش بعيد ما وجاري هوني مش بعيد هو الشيء أي عمري 18 سنة ما شاء الله شباب ياسر كنت انت حتى وراه يا حاج والله حتى وشباب أما ما شاء الله أنا نضرب بالعود من عام 1945 كان عندي عود مكتوب عليه بالصدف صلحوا لي المد بالتريك الله يرحمه الله يرحمه مكتوب عليه بالصدف مين ناف كرونسنك من وقتها تو العود هذا اختصاص العرب اشتهروا مثلا انت عندك استاذ موسيقى عربية انا في بالي المعلومه اللي عندي زرياب زاد فيه وتر سميه الروح مو هكا ولا كان في 4 وتر فقط ايوه وكان في العصر الجاهلي يسمى البربط 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 هو البربط شكل صدر البطه وكان اللي نقولوا له احنا صدر نتاعو هذا نقول له احنا باللغه الدارجه صدر هذا كان من جلد حيواني معناها يدربوك كذا من وقت اللي بدلوه من الخشب يعني اللوح اصبح يسمى عود جمعه عيدان تقول العود التونسي قداش فيه من الوتر التونسي تقريبا حجمه كيما هذا بالضبط لكن فيه 4 اوتار فقط والتعديل نتاع حبس الاوتار يختلف على العود العربي معناها هذا شرقي تمام هذا عود عربي عربي أقدار الأقدار العربية موجود حتى في تركيا فهمت أما العود التونسي اللي هو مشهور في المغرب العربي يعني بصفة عامة في تونس والجزائر بصفة خاصة فيه 4 أوتار والتعديل بتاعه نقول واحنا مثلا هذا دو صول ري لا صول الجواب القرار داخل دو صول ري جواب وري قرار حتى في العزف بتاعه رايد الراي الكبير بتاع حمق ما يسترنا الله يرحمه ثم الطاهر غرسه ثم زياد غرسه زياد غرسه
سوينا كي نلقى عندي شويه وقت من بعد من التلفزه ولا من الاذاعه نجيب حدك تعلمني كيفاش نعمل له. قديش مش تعلم قديش مش تعلم من حاجه قديش مش تعلم من حاجه. لا لا هي هي انت ما كنتش تظن انها هكا. لا معناتها لا عندي فكره اما القالب هذايا هكا ما شفتش كيفاش بالطبيعه طريقه صناعه العود ومعناتها واللوح هذايا شنو يا حاج اللوح هذا شنو البرنز ولا كاجو افخم اللوح هو الكاجو كاجو هكا نوي نوي ثم نوي وثم الفريم فرين 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 واسمعوا كل لوح يعطيك نغمه معينه ما سمش وشي ولا كل كيف كيف النغمة مش صنعة مش صنعة لا لوح ولا غيره. أنا عندي عود تول وكان نجيبه لك يقول لك هو هذا شنو هذا يوزن يجي هو العود البريمة يوزن شي 300 جرام هكا خفيف وأنا عندي عود يوزن يجي كيلو كيتقيمه رزين في حسب الذي لا لا ولا رطو عندي بكل ثم يقول لك العود الخفيف قيم الفايدة في الصنعة متاع العود صنع في القالب اي ثم قالب زاد كي تخدمه ما يعطيكش حس به تو العود قداش يوزن معنا العود ما يفوت بريمه البريمه ما يفوتش نصف طن لا عاد كرتل طن 250 جرام نصف طن ارطل عاد ارطل وعندك قلت عود اللي حكيت عليه قلت كيلو كيلو هذا رزين رزين انا قمت حتى أنا. ريشي مرزون زين ورا الاخر تطلقوا خفيف اي بالريشه نتاعو هذا هذا باش تعزف لنا عليه انت ولا سي محمد اسمع روح حتى بالغناء عنده ما يقول راه شد فيه الباس تو يغني معدل تو يسمى هذا لو هيك معدل عفوا هو ولاد النيل هو هيك ما عندنا عفوا اللي تحب نعمل حوايج نعمل وطنونهم هاي سيدي سمعونا حوايج هاي
معانا لازم نجي شقه حق علينا الحق واحنا بدينا نغنيو بالك راسك هاي سيدي شكل من اشكال الفنون. الفنون الفنون كما قلنا راهو المجتمع الصفاقسي حبيت ناكد على حاجه أي. انه مجتمع عمل مجتمع جد مجتمع نشاط مجتمع اقتصاد لكن ايضا مجتمع كيف صحيح. مجتمع ذوق ترفيه ذوق وترفيه في جميع المجالات ما تنجمش تعيش من غير ترفيه ولا بد يكون الانسان عنده جانب ترفيهي على خاطر روح النفوس ساعه بعد ساعه فان القلوب اذا كلت عمية في ذلك شكل واحد يزم يكون عنده شويه ترويح والترويح مش بشرط هي باش يكون بالعكس هو يزم يكون بريء خالي من كل الشبهات هذا لازم نتفقوا فيه صح. يكون خالي من كل الشبهات اما لما لا ثم شويه ترفيه وانواع الترفيه كان العرس مثلا كان يعد مهرجان وكان فرصة للترويح على المنطقة كاملة ناس كل جي ويسموها نباتة 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 علاش هما يباتوا نص صباح نص صباح نص صباح حتى تطلع الشمس وهم يغني أي. أما كما قلنا دائما نأكدوا على ضراءة الجو لازم يكون جو نظيف وإن كان هذا ما كانش ما هوش نظيف قبل ما كانش ولا كان نظيف أسعب قدر قبل كان الجو نظيف ولا مش نظيف مكرهب شوية هذا هو الواقع اللي نقعد عاد كانت نباتة بالفعل وكما قال سي عبد القادر كانت والناس تجيها ثم الناس حضارة وثم الناس فراجة يصبحوا حتى الصباح وجو آخر وفوق سي عبد القادر يقلق في راسه خاطر راهو تفكرها يا سي عبد القادر حاجة كلايمات وساعة ساعة تتبلبص كيفاش يبلبزوها هي اللي حبيب بلبزوها إذا كان وبالأخص إذا كان عرب بالعرس عنده بنته مع جيران ولا هكا عرب فراجة ولا حاجة يستناو له فيك الليلة يا لطيف نص الليل موري ساعة قد قد تقام هكا البريميستات مهم معلقين اللي هذا يشد حجرة ويقلب بسم الله طفات البريمير تدخل بعضها تسمع كان الكراسي تك 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 والعيار والكراسي يلوح الكراسي يلوح وشافوا قص تحت تجاوب وحاصين وشي هدرة ومعليها قبل قبل يا أخوة رفيفة بالليلة نصر وكان يا سعب قادر عنده من وجوه الفن اللي يستعملوها أيضا ترويح أو ربما حتى عندها بعد عقائدي أو بعد ديني هو اللي يسميه المتسبحات متسبحات جاية من التسبيح هي كما اللي عملناها في كما متاع الجمل الأهزوجة متاع الجمل عاد المتسبحات هذوما فيها كما قلت لك هو ربما فيها جانب وجداني قوي ياسر وعاطفي قوي ياسر منهم مثلا تسبيحة الجمل منهم تسبيحة الغزالة نعرف محمد تعرفه ولا التسبيحات هذوما تفكر تسمع يعني النغمة بصفة عامة الجملة التعود هي نفسها التركيز يقع الكلام الكلام يقع الكلام وهي كيما دراما تولي كيما الدراما تولي عندك متسبحة عندي نحفظ ياسر متسبحة اي هذا اي ما عاد مش ما عمريش عملت بالآلة هاي فرصة أما وحدي نبدأ هكاك أطرب روحي كما يقول هو علي الرياح إيش يقول أنا العصفور في وكر مغني نخلي يقول غني وندور يا عيني علي لا كيف يقول نطرب في روحي فكرتها ما عادش نسيتها شنية المقطع اللي يقول يعني نطرب في روحي يترنم هو يطرب في روحه يطرب هو الجمهور صحي عملنا متسبحة بالدوسي محمد معاك والجماعة صلوا على صاحب المعجزة خير الخلائق شفيها العصا صلوا على سيد المرسلين آتن بها كل حد يستعين لولاه ما كان قلت له يا حبيبي أنا خلفي عيالة ونضع من فيا يا باهي الصباح قلوا على صاحب المعجزة خير الغلال شبيه العصا قال لها كوني حنينة وأنا I'm
ضيعينا أرجع إلينا من المصيعة. صلوا على صاحب المعجزة خير الخلائق شبيه العظام. قالت له يا نبينا المختار الموت لن يمشي منه الفرار. قالت له يا حبيبي أنا خلفي صغار ونظام فيا يا باهي الصناع. صلوا على صاحب المعجزة خير الخلائق شفيع العصار. ازعتك هو يا قصة قصة يا مسالة دي يا قصة يا محلية جو سفين محلية والله بالحق لمتنا وقعدتنا ايه حتى تشبب تو والجموسي يا خلية الجموسي اوه الجموسي انك تقلي على الجموسي وانا تحير محوني. وعنده اغاني هاتفة عنده اغاني فيها مواضيع عجيبة فيلسوف اشكون غنى على تراث الصفاقس واحيا وخلد تراث الصفاقس قد كان محمد الجموسي الله يرحمه. غنى على المرقة غنى على القهوة غنى على ريحة البلاد غنى على غنى على الفلوكة والله لك الفلوكة وقت اللي غنيها غنى على الأم اطلع أهبط درجة اطلع أهبط درجة للا ولا خديمة ديما الزوجة زوجة والأم ممي غنى على الخدام أي أخويا الخدام, أخوي الخدام. مهما كانت صنعي بيك البشرة وعيني على العود. تعرف تعزف عود ولا؟ لا يا ودي مش نكذب عليك ده. يوم النار هم النار. إيش نعمل توكا؟ وإيش نعمل؟ ها؟ وإيش نعمل عود؟ يدي هذي وين خليها؟ الرجع هذي. إيه. فوق الشمسية هذي. أو الكاميرا. إيه. أيوة. ويدك هذي هكا فيها. يدي قصيرة شوية. إيه. مش يعملوا لي عود قدر. الله أكبر. إيه. هكا. تعمل هكا. بكرة هذا الحصة الجاية. هذا الدرس الأول. هذا الدرس الأول. عرفت كيفاش تخلي العود؟ الله زين.
لا ما تعرفش لا يا ودي والله ما نعرف نين لا يا ودي سمع طلعوا عمواليها نكذب عليك انا ولو ايسري ما عندها ما نعرف انت ما شاء الله عليك تبعني معي تبعني معي يا عم ياسر سير يا ياسر شوف هذه يا ريت شيء شمسي تقعد هكا هون ما سرقتها تو هكا شوف وتبدا بسم الله برا انت دي ما يصري تحب غني لك نعدل السلام حتى على الحولي كيما قال لك على الحولي على الحولي تعرفها نسيقة أما يا على الحولي وعلى الحولي عسيقة عسيقة وعلى الحولي وعلى الحولي هذا اللي قال عسكر شي هم وعلى حلو إبراهيم اسمع احنا قداش اللي حكينا بيهم فاتوا وصار وقت البرنامج باش نودعكم مشاهدينا الاعزاء لكن حبيت نقول حاجه احنا حكينا على الجد وعلى الابناء نحكيوا على الاحفاد الزوز يدخلوا مع بعض تفضلوا انت يا قاعد بعد باباك هذا وتي محمد وهذا وتي المنجي وهكا تكتمل الصوره ايجي بعد عمك يوسف هاي تفضل اي هكا تكون اكتملت الصوره الجد والابناء والاحفاد في عائله فنيه في الحقيقه قديمه وفي في تعاملها مع آلة العود ومع صناعه الالات الموسيقيه ومع الفن عموما عايد بن عمر باش نختموا احنا سهره الليله اشتغلنا انت غني ولا خير ما نختموا سهره الليله عم نسمعك ولا اكيد اكيد طلع البدر علينا نكون وصلنا نهايه حلقه الليله من حكايات عم يوسف الشرجي نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في حلقه قادمه نهار الاربعاء في نفس التوقيت على نفس القناه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عايز. طلع البدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا نادى عالم غيبا ايها المبروك لا لا نعاودوها لا لا نعاودوها نجم نعاود نغنيوها خير ولا عاودها اي غني عاودها انت عاود انت اي انا بتعاود انت باش حصلني نحي الاخر وتخليك هذا